اتش دي. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أفضل عمل في نهاية وبداية العام. السلام عليكم، كلنا نعلم أن اليوم آخر يوم من أيام السنة 2020، وسيبدأ عام جديد، وإن شاء الله يكون عام خير على الجميع، غامر ومليء بالحب والسعادة، خالي من الأوجاع والهموم. سأعطيكم عمل نعمله جميعا الليلة، وهو مجرد رأي وليس فتوى شرعية، حتى لا يأتيني شخص يقول أريد دليلا. وهذا العمل هو عند الساعة 11:55. خذ من وقتك مدة 10 دقائق فقط. قم توضأ وصلي ركعتين لوجه الله، فيكون آخر شيء عملته في العام المنصرف وأنت في الصلاة، وأول شيء عملته في العام المقبل وأنت في الصلاة. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. ما رأيكم بهذا الرأي؟ الذي يريد أن يفعل هذا الأمر يكتب تعليق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، ودعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو. وبكم نكبر، وإلى اللقاء بفيديو آخر جديد. مع تحيات أختكم مريانة.